أهلا بكم أعزائي طلاب المرحلة الأولى من هندسة العمارة في مادة مواد الإنشاء، ونتكلم عن مادة جديدة في المواد المستخدمة في إنشاء المباني اللي هو الزجاج. عادة ينتج الزجاج من عملية انصهار مجموعة من المواد الأولية واندماجها مع بعضها. شنو هذه المواد الأولية؟ أول شيء السيليكات اللي ناخذها من الرمل، والصودا اللي هي كربونات الصوديوم ومن كربون الصوديوم، والكلس وبعض أكاسيد الألمنيوم. هذه المواد تخلط في أفران مستمرة وبدرجة حرارة تبلغ بحدود 1500 درجة مئوية، ويحول المزيج المنصهر إلى طبقات بطريقة من الطرق، وبعدها يبرد الزجاج ببطء. وكانت الطريقة في السابق بدائية، كانت البدائية تعتمد على النفخ والطرق، تعتمد على النفخ والطرق، وكانت الشفافية غير جيدة، والأبعاد محدودة، والسطوح تكون غير منتظمة وغير متوازية. في القرن التاسع عشر طورت طريقة الإنتاج، وذلك بنفس الزجاج نفخ الزجاج المنصهر في أسطوانات معدنية، وبعدها يفتح على شكل طبقة. وقد ساعدت هذه الطريقة على تحسين النوعية والحصول على أبعاد أكبر. في بداية القرن العشرين ابتكرت طريقة السحب المستمر تستعمل، ولحد الآن في إنتاج طبقات الزجاج الاعتيادي. أهم طرق إنتاج المتبعة في الزجاج اللي هي أول شيء النفخ بالفم لإنتاج الأشكال الخاصة، السحب المستمر، السحب المستمر إلى أعلى لإنتاج الزجاج الاعتيادي المستعمل في الشبابيك. عندي الثلاثة السحب من خلال الأسطوانات الدوارة رولز لإنتاج الزجاج المشجر وزجاج الأمان سيفتي جلاس، والحاوي على مشبك معدني. أربعة صقل وتنعيم مستمر للزجاج المنتج بطريقة ثلاثة لإنتاج زجاج شفاف ذي مواصفات عالية. خمسة الطريقة آئمة لإنتاج زجاج شفاف وثقيل ومتوازي السطوح وذي نوعية ممتازة. ستة طريقة الكبس لإنتاج الكتل الزجاجية المفرغة. هذه عندي تكلمنا هذه ست طرق لإنتاج الزجاج. طيب، من الملاحظات العامة اللي يجب أن ننتبه له أنه الزجاج يعتبر واحد من المواد سهلة الكسر، ومن الضروري اتخاذ بعض الاحتياطات للتقليل من مخاطر الكسر في الحالات التي يتوقع فيها تعرض الزجاج للحوادث، ومنها تصميمية، وهذه الاحتياطات قد تكون بإضافة عوارض أو سكك أمام الزجاج، وتحديد الأبعاد والاستعمال السمك الكافي للفتحات، يعني كل ما تكون فتحة كبيرة يجب أن يكون سمك الزجاج أكبر، أو أن يكون زجاج من النوع الذي يحتوي على طبقة جيلاتينية في وسطه. جيلاتينية في وسطه، ويستخدم ضد الكسر، أو استعمال زجاج الأمان يحتوي على شبكة من الأسلاك المعدنية، أو الزجاج الممتن. وفي الأقل يجب أن تتخذ إجراءات بلصق شريط قوي في الأماكن المعرضة أو الأجزاء، والإجراءات هذه يجب أن تكون على أشدة في المدارس والدور السكنية. عند استعمال الزجاج في هذه الأنواع الأبنية وفي الأبواب المعرضة للاستعمال العنيف، وخاصة فيجب أن تكون المساحة بحدود نصف متر مربع عندما يكون سمك الزجاج، عندما يكون سمك الزجاج المستعمل بحدود 4 ملم، المساحة تكون بحدود نصف متر، ويفضل استعمال الأنواع الأخرى من الزجاج. وفيما يأتي جدول يبين العلاقة بين السمك والمساحة التي توفر درجة معقولة من الأمان ضد الكسر الغير متعمد. هنا نشوف الجدول، السمك 3 ملم، المساحة 0.2 متر مربع، إذا 4 ملم المساحة مساحة الأمان اللي هي 0.3، 5 ملي 0.4، 6 0.7، 10 ملي 1.5 متر، 12 3 متر. الزجاج هو مادة ذات قدرة عالية على التحمل في ظروف الاستعمال الطبيعي، شرط أن ينظف على فترات معقولة، لكن يتأثر بالحوامض الهيدروفلوريك والفسفوريك، ويهاجم من قبل القلويات القوية مثل الصودا وكربونة الصوديوم، ويتسبب شربة السمنت بتلطيخه، وقد يتسبب الماء المحصور بين طبقات بتلفه، لذا لا يجوز ترك طبقات زجاج
مبتلة عندما تكون مخزونة وجها لوجه. اثنين، عند السلوك الحراري أو الحركة الناتجة عن تغير بدرجات الحرارة يبلغ معدل التمدد الحراري للزجاج اللي هو 8.76 إلى 80 في 10^7 للدرجة مئوية، وهذا أقل من معامل التمدد لكثير من المواد اللي يستعمل معها، وعليه يجب اتخاذ مجموع الاحتياط للسماح للتباين في الحركة. يعني لما نستخدم الزجاج مع الخشب أو الزجاج مع الحديد في الشبابيك أو في الأبواب، يجب أن ننتبه إلى مسألة التباين في التمدد الحراري بين الحديد والزجاج أو بين الحديد والزجاج، نتخذ مجموع الاحتياط. قد يتسبب الفرق بالإجهاد هذا الإجهادات بتكسير الزجاج عندما يكون هناك تباين في درجات الحرارة في اللوح الواحد، وعند نقاط التثبيت أو عندما يكون جزء منه مظللا والجزء الآخر معرضا للشمس. وقد يكون لاستعمال الإطار ذي اللون الغامق تأثير إيجابي على هذه المشكلة. اثنين، أربعة، العزل الحراري، الزجاج موصل جيد للحرارة وهو شفاف للموجات القصيرة وكاتم ضد الموجات الطويلة، وبالإمكان تحسين الأداء الحراري باستعمال أنواع خاصة من الزجاج أو باستعمال لوحين دبل جليزنج اللي هي لوحين من الزجاج. هذا يساعدنا خصوصا في المناطق الصحراوية درجة الحرارة عالية فيها وفي المناطق المتجمدة أيضا، المناطق البارده جدا، واداء هذا يمثل اداء جدار مشيد بالطابق سمك نص طابقه، شرط ان لا تقل المسافه بين اللوحين متقل عن 20 ملم اللي هي 2 سم، ويجب كذلك اتخاذ الاجراءات الضروريه لمنع التكثف بين اللوحين، ما يصير التكثف بين اللوحين يكون مفرغ بصوره جيده. هذا يبين لي شكل لوح زجاج للوحين زجاج للعزل الحراري. الأداء في العزل الصوتي بشكل عام لزيادة سمك الزجاج تأثير إيجابي في العزل الصوتي، كل ما كان سمكه أكبر كل ما العزل الصوتي أكبر، ولذلك والعزل الأفضل يمكن استفادة من استعمال لوحين من الزجاج على ألا تقل المسافة بين اللوحين عن 100 مليمتر اللي هي 10 سنتيمتر كما مبين عندي بالشكل هذا. إذا في العزل الحراري 20 مليمتر اللي هي 2 سنتيمتر، وما في العزل الصوتي إذا تكون 100 مليمتر اللي هي 10 سنتيمتر. السلوك والحريق ينكسر يتكسر الزجاج ويتناثر بتأثير الحريق وقد ينصهر، ولهذا يجب استعمال زجاج الأمان في القواطع أو الأبواب التي تكون جزء من مسالك الهروب من الحريق. أنواع الزجاج، هناك أنواع عديدة من الزجاج، منها الزجاج الشفاف ينتج بطريقة السحب على شريط مستمر من الزجاج المنصهر إلى أعلى وإلى برج التبريد بوسائط ميكانيكية، وسرعة السحب تتحكم بسمك الزجاج الناتج، وفي أعلى البرج تقص الطبقات إلى الأطوال الملائمة. أما أن هذا النوع من هذا النوع أكثر أنواع الزجاج استعمالا في الشبابيك ولا يخلو من المنتجات البسيطة. هناك زجاج شفاف مصقول ينتج عن عملية صقل وتنعيم الوجهين في آن واحد للزجاج المصبوب الخشن. هناك زجاج شفاف صقيل خالي من التشويهات ينتج بطريقة تعويم شريحة من الزجاج المنصهر على طبقة من معدن القصدير المنصهر. اثنين، الزجاج شبه الشفاف المشجر كان ينتج في السابق بطريقة صب الزجاج المنصهر على طبقة من الرمل، وفي الوقت الحاضر ينتج بتمرير الزجاج المنصهر بين اسطوانات دوارة ويكون الناتج ناعما من جهة ومنقشا من الجهة الأخرى، والطريقة لا تسمح بإنتاج زجاج ثقيل. زجاج الأمان الحاوي على مشبك معدني ينتج بهذه الطريقة، وتعتمد الدرجة التي تحجب فيها الرؤية على عمق درجة ودرجة التعقيد في النقشات، تعتمد كذلك على كمية الإضاءة بين جهتي الزجاج. الأبعاد التي تنتج بها الطريقة محدودة، وعند الحاجة إلى أبعاد أكبر ينتج الزجاج بطريقة السحب، وتضاف عمليات أخرى إلى السطح لإحداث الإعاقة المطلوبة للرؤية، أو كان يكون بقذف الرمل أو باستخدام الحوامض. هناك أنواع أخرى من الزجاج لكل منها صفة مميزة، مثل الزجاج الممتم بالمقاوم للكسر، والزجاج المسلح، والزجاج الملون، والزجاج العاكس الناشر، والزجاج الموشوري، والزجاج المقاوم للإشعاع الحراري، والزجاج المقاوم للحرارة.
يثبت الزجاج، طريق تثبيت الزجاج، ثبت الزجاج بشكل عام في الإطار الذي حوله، ولكن تثبيته في الفتحة مباشرة إن كان من الطابق أو الخرسانة ليس بالأمر الصعب، ويجب في الطريق في الطريقة التي يثبت فيها الزجاج إلى إطار أن توفر المتانة الكافية ضد تأثير القوى المسلطة، خاصة الدفع والسحب. تمنع دخول الظروف المناخية، مطر، ريح، غبار، يعني هذا من الصفات اللي يجب أن تكون موجودة. طيب. 3، تكون بالشكل الذي يمنع اتصال الزجاج بالإطار لتسمح للحركة الناتجة من اختلاف درجات الحرارة بالنسبة للمقاطع المعدنية، أو الحركة الناتجة عن اختلاف نسبة الرطوبة بالنسبة للمقاطع الخشبية أن تحدث دون تأثير، يعني ترك مسافة بين الإطار الخشب وبين الزجاج، عادة يكون بوضع قطع بلاستيكي أو شيء بحيث أنه ينطينا هذا الفرق. تكون عادة يتم تثبيت الزجاج في الزجاج في الإطار باتباع أحد الطرق التالية، طرق تثبيت الزجاج في الإطار. أول شيء باستعمال المعجون، وهي عبارة عن عجينة تعمل بغلي مسحوق الطباشير بدهن الكتان، وهي من أقدم المواد المستعملة في هذا المجال، كما أن تكاليفها أقل قياسا إلى طريقة التثبيت بالخشب بإطارات الخشب أو بالإطارات المعدنية. المعجون هي عبارة عن مادة طرية عند أول استعماله، ولا يوفر دعما كافيا ضد أقل القوى المسلطة على الزجاج، لذا يجب تثبيت الزجاج بالمسامير بالنسبة للإطارات الخشبية، والكلاليب السلكية المعدنية أو غيرها بالنسبة لإطارات الحديد والصلب. يتصلب المعجون نتيجة امتصاص الخشب للدهن، وللسيطرة على عملية التصلب ولمنع حدوث تشققات أو التقلصات في المعجون، يجب أن يصبغ المعجون مباشرة بعد تصلبه بدرجة كافية لتنفيذ عملية الصبغ، وبوجه صبغ واحد، وتكمل عملية الصبغ بعد مرور 28 يوم. ولنفس السبب يجب صبغ الإطار وجه واحد أساس، وذلك للحد من سرعة امتصاص الخشب للدهن، كما يجب ملاحظة كون الصبغ المستعمل لا يمنع عملية الامتصاص، يعني الصبغ اللي يجب أن ما يوقف عملية الامتصاص وإنما يسمح بجزء من الامتصاص. أما المعجون المستعمل في الإطارات الفولاذية فهو من النوع اللي يلتصق بالسطوح عديمة المسامية ويتصلب دون الحاجة إلى امتصاص أي مكوناته، ثم يصبغ حال تصلب السطح الخارجي له الذي يتم بفترة تروح بين 6 إلى 12 يوم، ويتم الصبغ النهائي بعد 28 يوم. طيب، استعمال الترايش والمعاجين. عادة ممكن استخدام ترايش الخشب والمعجون للإطارات الخشبية، والترايش المعدنية والمعجون في الإطارات الحديد، وترايش الألمنيوم والمعجون بالإطارات الألمنيوم، ومع وجود حاجة للسماح لحركة بسيطة متباينة. عندنا آخر شيء طرق تثبيت جافة، وهي استعمال مقاطع مختلفة تصنع من المطاط الاصطناعي أو من اللدائن، وتعمل بالضغط على الزجاج، وتحشر في الإطار لتكون سدادا منيعا ضد الظروف المناخية، وهي مواد غالية التكاليف ولكن إنتاج فيها سريع وأكثر مما يصلح استعمالها في البناء المصنع. وهنا نوصل إلى نهاية هذه المحاضرة الخاصة بالزجاج، وشكرا لحسن إصغائكم، وأتمنى لكم الموفقية.